طيب كابتن حشيش استاذنك هطلع بس نروح نشوف ماذا قال المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي، نشوف ماذا قال عن مباراه امبارح وعن كل اللي بيحصل في بعثه النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف هذا اللقاء ونرجع نكمل مع كابتن محمد حشيش. تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، مستمرين معاكم وكواليس الأهلي في المونديال ومشاركة مهمة وفعالة كمان للفريق بعد الفوز على مونتيري في ربع نهائي كأس العالم للأندية والاستعداد لمباراة بالميرس في نصف نهائي نفس البطولة. إن شاء الله الأهلي يكون موفق، لكن خليني أقول لحضراتكم أن في هذه اللحظات عندنا لقاء غاية في الأهمية مع المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق هنا في أبو ظبي. باشمهندس برحب بيك في البداية. أهلا بيك يا أمير وأهلا بكل السادة المشاهدين والأهلوية الجمال. دعني بس في الأول لازم أنعي أسرة طبعا. الطفل ريان المغربي اللي الحقيقة يعني هز مشاعر العالم أكيد. كله، وأسأل الله سبحانه وتعالى له يعني الشهادة وأنه يكون يعني سبب في دخول والدي الجنة إن شاء الله. والحقيقة حاجة تحزن، كلنا حزننا على هذا الحادث المؤسف، لكن ربنا لطيف وربنا كريم وإن شاء الله نحسبه من الشهداء، وبإذن الله تبقى يعني يبقى هو ده سبب دخول أبوه وأمه الجنة إن شاء الله. إن شاء الله موقف صعب على الأمة العربية كلها في الحقيقة، مش أسرته ولا الشعب المغربي بس، لكن كمان كان في حرص كبير جدا من البعثة هنا النهاردة الصبح قبل مران الأهلي، الكل اتجمع في نص الملعب وأرى الفتحة للريان. الحقيقة والكابتن الخطيب يعني كان متأثر جدا، ويمكن لما اتكلم معانا الصبح قال لنا احنا النادي الأهلي طبعا نعاه زي ما العالم كله نعاه، وفي نفس الوقت خدنا يعني قرار ان احنا نوقف دي احداث البعثة بأكملها قبل مران اليوم، وحقولي هذه حال الدنيا وربنا يا رب يرحمه ويعني يصبر اهله يعني يا رب يصبر كل الأمة العربية يا رب ان شاء الله بإذن الله. لكن خلينا كمان بقى نتكلم في المونديال بظروفه يا باشمهندس، لان الوضع كان صعب وكواليس كتير جدا، وانا لازم اتطرق مع حضرتك ليها لان حضرتك تواصلت مع الفيفا مرارا وتكرارا في عز القصه بتاعه تعارض مونديال الانديه مع كاس الامم الافريقيه، وكنا بنحاول نشوف حل، وحضرتك تحديدا كنت بتحاول تشوف حل من خلال علاقاتك مع الاتحاد الدولي لكره القدم. قول لي في البدايه ايه اللي حصل في التوقيت ده لحد ما وصلنا ان خلاص ما فيش اي حل وكان لازم نشارك بالشكل ده. والله طبعا احنا من اول يوم ما عرفنا ان في حته تلاحم ما بين التوقيتين ما بين بطوله افريقيا يعني او الافكون وفي نفس الوقت كاس العالم للانديه، احنا عملنا يمكن اكتر من 3 اجتماعات وبرده كان بتوجيهات من رئيس النادي كابتن محمود الخطيب بكل الاطراف اللي هم بنسميهم الستيك هولدرز، يعني كان الاتحاد المصري لكره القدم وكان الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي واللجنه المنظمه هنا لكاس العالم. والحقيقه كنا بنحاول نوصل لاي حل، لان طبعا ما ينفعش النهارده انك انت بتعمل بطوله عالميه زي دي وتبقى طبعاً. في نفس الوقت يبقى في بطوله افريقيا واحنا كنادي اهلي يعني اكتر فريق عنده لعيبه في الاتحاد سواء اللعيبه يعني المحليين الدوليين اللي هم المصريين او اللعيبه الاجانب سواء بدر بنون او ديانج معلول او ديانج، لكن الحقيقه كنا متخيلين ومتوسمين ان الناس دي هتتفاهم هذا الموضوع، الموضوع هيمشي، ويمكن في حصل تصريح من رئيس الاتحاد السابق ان الاهلي هيلعب بكامل نجومه، فالحقيقه حتى بعتنا له جواب شكر بالزبط. لكن للاسف ما حصلش، ودي طبعا الحقيقه لو قلت يعني حاجه مفروض ما تحصلش من الاتحاد الدولي، يعني ما ينفعش برضه الاتحاد الدولي ينظم بطوله عالميه زي دي ويبقى في نفس الوقت في بطوله مهمه جدا وهي بطوله صح. افريقيا، وطبعا احنا كنادي الاهلي ويمكن الكابتن خطيب وضح ان احنا طبعا لازم نقف مع منتخب مصر أكيد. والحمد لله ان احنا النادي الاهلي طول عمره دعم لمنتخب مصر مش بس في افريقيا مش بس في الكوره، لا في جميع الالعاب، البلد ليها حق علينا، لكن برضو في نفس الوقت احنا بنمثل مصر وافريقيا في بطولة عالمية، فالحقيقة كان موضوع دمه تقيل، لكن ده الحقيقة ما خليناش نفقد الثقة. اولا احنا عندنا لعيبة على اعلى مستوى، النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي وفرت للجهاز الفني لعيبة على اعلى مستوى، فحتى لو في نقص احنا كان يعني عندنا برضو رجالة، والحقيقة يعني ظهروا امبارح. عايز اتطرق لامبارح وللرجاله دي في الحقيقه، لكن عشان اقفل ملف الفيفا وعشان جمهور الاهلي كله يعرف ان النادي نفسه ما قصرش
في محاولة إيجاد حل للمشكلة دي، كان إيه مبرر الفيفا وردكم أو ردهم عليكم يا باشمهندس؟ كان بيقول لكم إيه؟ مش هنعرف نأجل ليه أو مش هنعرف نعدل ليه؟ ما عندهمش مبرر، ما فيش يعني رد. يعني يمكن آخر اجتماع إحنا عملناه هنا في الفندق هنا ما جم زارونا الفيفا قايل لك احنا متفاهمين وعارفين ان الظروف صعبه، لكن احنا حاولنا زي ما بيقولوا لكن فشلنا. قلت لهم يعني انتوا فشلتوا تاجلوا البطوله اربع ايام؟ يعني احنا بنتكلم على اربع ايام. قال لك اصل هي البطوله كانت الاول في اليابان في ديسمبر وبعدين اتنقلت عشان كورونا اتنقلت، فاحنا في ظروف استثنائيه والكلام ده. يعني بص الحقيقه مبررات بدون حاجه ملموسه يعني ملموسه خالص. يعني هم حتى فشلوا انهم يردوا، لكن هنقول ايه، احنا برضو يعني احنا كنا جايين تعاملنا مع الموقف، عندنا طموح الحمد لله ربنا كرمنا عشان الجمهور العظيم اللي بيقف يعني في الاخر طبعا. يعني طبعا احنا عندنا رجاله كان شكلهم عامل ازاي في الملعب امبارح، لكن برضو لازم ادي حق الجمهور بتاعنا اللي بيقازر الفرقه 90 دقيقه يخلي الحجر ينطق. فالحمد لله رب العالمين بفضل الله ثم بجمهورنا العظيم اللي هو بيبقى معانا وواثق فينا سواء في ظروف استثنائيه او ظروف صعبه، ربنا سبحانه وتعالى كرمنا عشان الناس دي ترجع مبسوطه. لكن انا عايز اقول حاجه يا امير، اتفضل. زي ما احنا كلنا متعودين وزي ما تربينا في النادي الاهلي احنا بنقفل الصفحه بتاعه مونتري، بنفكر دلوقتي في الماتش الجاي، عندنا ماتشين، طموحنا كبير وثقتنا كبيره جدا في لعبتنا، ويمكن الكابتن خطيب دلوقتي على تواصل مع اداره البعثه في الكاميرون ازاي نقدر نجيب لعبتنا باسرع وقت. اخر التطورات في الملف ده بقى ايه؟ احنا شغالين، يمكن دلوقتي كان الكابتن خطيب بيكلمني وكان في زي كونفرنس بيني وبينه وبين العمري فاروق ان احنا ايه اسهل طريقه نجيبها وشغالين فيها، وان شاء الله باذن الله نجيب لعبتنا بكره باذن الله بعد ما يكونوا فازوا باذن الله تعالى بالنتيجه المباراه النهارده مع السنغال، ويكون ربنا يكرمنا لان في الاخر احنا كلنا عايزين مصر طبعا بطله افريقيا ميت. واحنا بقالنا كتير غايبين عن بطوله افريقيا كمصريين، فان شاء الله باذن الله ربنا يكلل جهود فريقنا القومي بنجاح وان شاء الله يتغلبوا على السنغال ويجيبوا لنا كاس البطوله وفرقتنا تجينا بكره، وباذن الله تعالى يبقى الماتش الجاي يبقى بنلعب على الاقل يبقى وجود الفريق الاساسي كامله، لان زي ما انت عارف احنا حتى في اما ايدنا الفرقه ايدنا اللعيبه الخمسه الاساسيين بتوعنا. طبعا احنا عندنا غيابات كاصابات زي كابتن الفرقه الشناوي طبعا الشناوي او اكرم توفيق وبدر بنون طبعا، لكن ان شاء الله باذن الله تعالى يقولنا وان شاء الله يبقى يعني نحاول نحقق طموح جماهير النادي الاهلي العظيم باذن الله. في جزئيه مهمه حضرتك اتكلمت فيها يا باشمهندس وهي جزئيه ثقافه الاهلي وعقليه الاهلي، ان انت حتى ما بتكسب انتصار مهم زي الانتصار بتاع امبارح في ظل الصعوبات الكتير بتقفل بتفرح في نفس اليوم، بس تاني يوم بتقفل الصفحه وبتركز في الماتش اللي بعده والتحدي اللي بعده. لكن انا عايز اتطرق لما قبل مباراه مونتيري وحضرتك رئيس بعثه النادي الاهلي، اكيد كان ليك دور كبير جدا في الحديث مع الجهاز الفني واللعيبه علشان الظروف والاجواء، معنويا ممكن اللعيبه تتهز شويه باصابه زمايلهم حاسين ان هم ناقصين شويه، اكيد كان في دور اداري قوي جدا جدا في المرحله دي. بص احنا يعني اولا احنا متربيين جوه النادي الاهلي طبعا. عارفين كل واحد عارف مسؤولياته، احنا كسواء رئيس بعثه او اداره البعثه كلها جايه عشان ايه؟ حاجه واحده بس، انها تدي الدعم والسبورت وتطلع الفرقه بتاعتنا من اي اجواء بره، ان هم بس يكونوا مركزين في الماتشات بتاعتهم والبطوله العظيمه اللي احنا فيها دي اللي احنا ربنا يعني مشرفنا ان احنا سابع مره النهارده بنشارك فيها. وجود طبعا كابتن محمود الخطيب ده له اثر كبير قوي في 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 نفوس الفريق، وان هو يجي لنا امبارح ويفضل قاعد مع الفرقه ويتكلم معاها، وجود الكابتن حسن حمدي كداعم وهو يعني الرئيس الاسطوره للنادي الاهلي وجوده في وسطنا برده ما فيش شك ان ده له دافع. جماهير الاهلي العظيمه دافع كبير، اللعيبه الرجال اللي انا كنت شايف والله انا يمكن حتى كنت بتكلم مع كابتن خطيب اول امبارح بقول له يا كابتن باذن الله تعالى ربنا هيكرمنا، انا شايف كان في تفاؤل واضح بصراحه عند البعثه الفرقه مركزه وقد ايه عايزين يثبتوا وجودهم، وفعلا زي ما بنقول الاهلي بمن حضر وربنا كرمنا زي ما قلنا باذن الله نقفل هذه الصفحه نفكر في الماتشين اللي جايين او الماتش اللي جاي بالذات وربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. اخيرا عشان ما اطولش على حضرتك، رساله لجمهور النادي الاهلي اللي دايما
بيحب بطوله كاس العالم للانديه وعنده طموح كبير قوي فيها، وبنحلم في يوم من الايام ان احنا ناخد كاس العالم، مش بعيد علينا كاسم كبير زي اسم النادي الاهلي. بص يعني اصلا ما فيش حاجه تقدر تعبر عن اللي اقدر اقوله جماهير النادي الاهلي. زي ما قلت ودايما بنقول، جمهور النادي الاهلي ده اعظم جمهور في الكون. جمهور النادي الاهلي ده هو الدرع والسيف. جمهور النادي الاهلي ده بعد ربنا سبحانه وتعالى هو السند. جمهور النادي الاهلي ده هو العجله اللي بتدفع اي واحد زي ما قلت لك تخلي الحجر ينطق. فالحقيقه يعني ربنا يكرمنا بجمهورنا، ربنا يجعلنا دايما سبب سعاده جماهيرنا الاهلاويه خاصه والشعب المصري عامه ان شاء الله. وباذن الله تعالى ربنا يكرمنا ونقدر نعمل حاجه كويسه ونحقق طموح بتاع جماهير النادي الاهلي ان شاء الله، ونتقابل تاني ونبارك لبعض بالوصول النهائي باذن الله واحد احد يا رب ان شاء الله بوجودكم معانا. وانا الحقيقه لازم اشكر طاقم قناه الاهلي اللي الحقيقه يعني لا يدخروا جهد ولا وقت انهم يعملوا حاجه كويسه يشرفوا بيها الكيان طبعا. اللي هو اللي هم بيحملوا هذا الشعار والرمز النادي الاهلي. ده واجبنا، وطبعا بنشكرك على اللقاء ده باشمهندس، وكل التوفيق لحضرتك ولكل المسؤولين في النادي الاهلي والفريق باذن الله في طول كاس العالم. بنشكرك شكرا جزيلا. باشمهندس. شكرا. طبعا ده كان لقائنا مع المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق هنا في ابو ظبي. كلام كان مهم جدا، وكواليس اكتر كمان كانت مهمه عرفناها من خلاله. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم من تحديات في كاس العالم للانديه. مبدئيا مباراة بالميراس كل التركيز منصب عليها مباشرة تاني يوم بعد انتهاء مباراة مونتيري، وان شاء الله الاهلي يكون موفق ونفرح اكتر واكتر بفريقنا في نهائي كاس العالم باذن الله تعالى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما حضراتكم شفتوا كلام مهم جدا قاله المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي في الامارات. بالعكس كمان احنا اللي بنشكر كل اعضاء النادي الاهلي او رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي على كل التسهيلات الحقيقه اللي قاموا بها خلال الفتره السابقه علشان نقدر ننقل لحضراتكم كل هذه اللي بيحصل في بعثه النادي الاهلي. ده بيبقى دايما من خلال تسهيلات دايما بناخدها من النادي الاهلي ومن مجلس اداره النادي الاهلي.